واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى الدراري تكونوا كامل مزيان، وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو هذا. وقبل ما نبدا الفيديو، لايك سبسكرايب كومنت، وخلينا ندوزو الفيديو. صوم بعد ما بزاف ديال الناس كيتشكاو ان سبارت جاجا 3.1 فيها اللاج ومبقاتش خدامة مزيان وشحال من حاجة، سيرتو في هاد الابدايت هذا الجديد. جبت لكم اليوم واحد النسخة الخوت لي عادية خفيفة غتخدم لكم مزيان، وان شاء الله الخوت الا بغيتو الفيرسون ديالنا انا وواحد الدري سمارت كاكا سكاي زون، الا بغيتوها خلينا الدري في الكومنتير باش ديروها لكم في اقرب وقت. شي حاجه نسخه الدري منو كاع، الا بغيتو خلينا الدري في الكومنتير. صافي اليوم الدري غادي نجربوا هذه النسخه هذه سمارت كاكا 2.1، فيها تحديد ديال فري فاير، انا اللي غاتيليشارجيها تدخل تلعب نيشان بلا ما تحتاج دير الابديت ولا شي حاجه. سو خلينا ندوزو الفيديو. سواء الخوت كما تشوفوا معنا، هذه هي النسخه ديالنا سمارت جاجا 2.1. غنخليكم بجوج ديال لي ديال الخوت كيف العاده، واحد ديال فيسبوك او فيكا وواحد ديال جوجل. سواء ديالي غتلقاهم في الديسكريبشن ديال كيف العاده. غندخلوا دابا سمارت جاجا، غنديروا انستاليو، غنديروا نيكست، نمشيو انستاليو في شي بلاصه عندنا في ويو سمارت جاجا 2.1 وغنديروا انستول. صافي الخوت كيما تشوفوا النسخة انستغرات معنا دابا، هذا غندير ليه دليت هاد التشكيل، وغادي نمشيو للملف اللي انستغينا فيه ولا الديسك لوكال اللي انستغينا فيه سمارت كاكا 2.1 سمارت كاكا بروجيكت توتال انجاي، وغنمشيو للانشر كيف العادة الدراري كرييت شورت، وغنديرو وغادي ندخلو ليه دبل كليك. صافي الخوت كيما تشوفوا ها هي فري فاير، يعني نسخه زوينه خفيفه ما فاتش شي حاجه اللي غادي تاثر عليها. نمشيو نقادو هنا الاداه ديالنا كيف العاده الدراري، صافي الخوت دابا غادي ندخلوا لفري فاير. صافي الخوت كيما تشوفوا ها هي بالالترا سيتينغ الدراري، ماشي سموث وماشي نورمال. كيما تشوفوا الخوت قدامنا كان لاك، غادي تشوفو لاك من الريكورد ديالي. نمشيو دابا نديرو نديرو سموت عادية باش نشوفو الفرق كيفاش داير. دابا الإلترا راه كتأثر بزاف على البيسي، صافا غنديرو سموت ونرجعو ليكم. سوا الخوت دابا غنمشيو نديرو فينا هي
ماشي ديسبلاي هاي كما تشوفوا الخوت كانت الترا غنديرو لها سموت باش تبقى بحال هكا ها اف بي اس نورمال اوتو سكيل اوف شي اخفاف معنا شويه هادشي هذا وندخلو نديرو التمرين هادي ونشوفو اللعب كيفاش غيكون غيكون احسن من اللي كان في الاول صراحة كنحيد الدرجة ريكورد كطلع 30 اف بي اس كندير ريكورد كنتقال شوية حيت اول مرة غادي ندخلو ليها خاص البي سي يولف عليها في الاول مش حاجة عادية كانت طرات لكم بحال هكا الخوت عادية مع الوقت غادي تخفف الفاسو ماشي مع الوقت غادي تخفف الجيم حاجة عادية الخوت صافي الخوت هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا الا عجبك الفيديو لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع صحابك كيف العاده وما تنساوش دير تقول لنا واش بغيتو سماش كاكا سبريزون طريف لي كومونتير وهادشي اللي كان في هذا الفيديو نتلاقاو في الفيديو الجاي بيس اوت